شوفوا التناقض في كلام سمير عثمان بين لقطة لودي ولقطة تلس. سليم باستمر اللعب ولا يوجد خطأ على مدافع. كيف مش شايف الموجودة تحاسبه؟ هو جاي من الخلف مش هيشوفه. هو مش شايفه الكلام ده لو هو جاي من امام انما لعيب نادي النصر بيلعب الهيلرز ولعيب نادي الطائي جاي من الخلف في لحظه واحده طبعا لا يمكن يشوفه ولا يوجد خطر. تلس ما قدر يشوفه لانه مو مركب داش كام مثل لودي مركب داش كام لاجل يشوف اللي جاي من وراه من الخلف. راشي وبالتالي ركله جزاء طبعا طبقا وكان لازم حكم الفار يستدعي حكم المباراه. انا بعيد تاني الكره الاولى لو هي كانت نزلت على القدم يا سمير ده انت افتضحت وريحتك فاحت، الكل عرف التعصب اللي انت فيه، تتناقض في لقطتين متشابهتين. ما ادري وين شايفنا، يعني ان ما نفهم كوره ولا احنا ما نتابع ولا ننسى كثير عندنا الزهايمر. جميع المحللين قالوا ليست ضربه جزاء الا سمير يقول ضربه جزاء ويتفلسف علينا.